الدكتوره ميرسي بوكو ربي يخليك وربي يفضلك. حاجه الباهيه اللي نحن في الجدارات قاعدين. ما يهمنيش فيكم سبحان الله، انا سبحان الله اقرب منكم. اولادك نحن شنو هذا؟ اولادي تو تعملوا زاد انتم امور. يلا يا سيدي لقيت ذيما ذيما ذيا كيما كل يوم وقيت صحة صغيرك. صحة صغيرك. صحة صغيرك. الله العظيم. صحة صغيرك باي ميد بانتيان او الموقع الطبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معاه موعد على الانترنت. اقسم بالله خذيت ريسبيراسيون صغيره ما فقتش بها. ما يهمنيش احنا ديما صفقوا ماما. اتس وندرفول. اليوم في صحة صغيرك باش نحكيو على الطب الوقائي للاسنان عند الاطفال. تحضر معنا دكتوره مريم بن عياد طبيبه مختصه في تقويم الاسنان. اهلا وسهلا دكتوره، مرحبا بك. مرحبا بكم الكل. شرفتنا لله برشا برشا. ميرسي بوكو. قبل كل شيء شنو هو ساعه الطب الوقائي للاسنان؟ خلينا نعرفوا بيه. الطب الوقائي عند الاطفال في تقويم الاسنان هو اول مرحله في علاج تقويم الاسنان. معناها انا كي نشوف صغيري بعد نحكي لك شكون اللي نجم يشوف لي بروبليم كي سانستال. سامحوني باش نحكي شويه بالفرنسي. اي بيان سور فما كلمات. دونك لو تريتمون انترسبتيف هو الطب الوقائي في تقويم الاسنان. هو اول مرحله في العلاج اللي نهدفوا من خلالها انه اون اريت لانستالاسيون دي بروبليم ultérieur. معناها باش نحدوا من الاخطار اللي تنجم تنجر عن اي مشكل من مشاكل الاسنان وباش نوقفوا لو ديكالاج اللي يصير ما بين الفك العلوي والسفلي في نمو العظم عند الاطفال باش ما يصيروش بعد مشاكل اكبر تؤدي الى الجراحه. من عمر يبدا شيء هيك؟ يبدا هذا التريتمون من لاج دو 6 ans jusqu'à لاج دو 13 ans. علاش؟ يعني باش نستغلوا لو بوتونسييل دو كرواسونس، لو بوتونسييل نتاع النمو اللي مازال عند الاطفال قبل سن البلوغ. ايوا. لانه وقت يصير سن البلوغ يصير بريسك يكتمل نمو العظام. ستابيليتي في العظام، دونك اون بو با اجير ابخي سور معناها سور لو فولي اورتوبيديك. هي l'interception chez les enfants c'est le traitement orthopédie l'orthopédie dentofaciale. Donc c'est l'orthopédie qui agit à l'adam ou à sennine pour éviter l'installation des problèmes ou elle pour les arrêter avant l'aggravation. وشنو كيفاش نعبروا على المشاكل اللي تنجم تجي للصغار في الاسنان كيفاش نفيقوا بها؟ بيان سور. اولا طبيب الصغار لو بيدو اي دونك ينجم في وقت المعايدات عند الصغار ويمرض ينبه الاولياء لوجود مشاكل. الاولياء هما بيدهم في الدار. يشوفوا المشاكل هذوما. الطب المدرسي. الطب شنو اخر؟ الطب العام زاد الطب العام. الطب العام كيفاش نفيقوا بهم الحكايات هذوما؟ اولا يا اما سقوط مبكر للاسنان. باهي. سقوط متاخر للاسنان. ديكالاج في العظم الفك العلوي والا السفلي عند الاطفال يكون يا اما مقدم برشا وتلقى السنين ياسر مقدمين. الطفل كيطيح يطيح عليهم هما الاولانيين يتكسروا الاولانيين. الفك السفلي ينجم يكون مقدم برشا والتسكيره مقلوبه. تحويقه العينين اللي برشا. لو مانك دو كونسونتراسيون في القسم على خاطر الطفل ما يرقدش بالكدا، دونك مونك نتاع تهوئه في المخ نتاعو على خاطر لا ريسبيراسيون الي بوكال ماهياش نزل. يعني يتنفس من فمه ماهوش من خشمه. الشخير برشا وقت النوم. البارتي اللوطانيه من الفك السفلي تبدا مليانه وتنزل له على الحلق والقرجم نتاعو وقت نفس. صعوبه في الاكل، فما ماكلات ما ينجمش ياكلهم. فما فك العلوي ساعات يبدا ضيق برشا. دونك الخدود ممسوحين ما فماش. هذوما كل اش تعمل اي فوالا. دونك تاثر على برشا حاجات. تاثر على برشا حاجات. دونك هذوما حاجات يفطنوا ليهم الاولياء. ولا الا اللي نقولوا له احنا مثلا لفخان، يعني الشكال اللي يبدا لسان واحل ما ينطقش الحروف بالكدا. الفجاج فوالا النطق، صعوبه في النطق. الفجاج ما بين السنين برشا، والا ان انكومبرمون في السنين زاد ما اللي هو يبدا 6 سنين ولا 8 سنين اللي هو ماهوش نورمال يطلع فوق بعضهم. دونك
من وقتها تعرف اللي صغيرك باش يكون عنده مشاكل في السنين. لا لي بارون والا الطب المباشرين لازم ينبهوا الاولياء اللي فما مشاكل اللي من توا لازمنا اوناجي بور ايفيتي لاغرافاسيون اللي تنجم تكون كبيره برشا كما قلت لك. دونك العمر يكون ملي يبدا من ستة ملي يبدا يبدل السنين أي. الحليب اي حتى ساعات باغ اكزومبل انا بنتي عمرها 9 سنين عملت لها معناها اون انترسيبسيون الاج دو 8 خاطر عندها سنه قعدت واحله ما هبطتش ايوا هبطت توا ستاند باي حتى لين كملت تبدل سنيها الكل بعد اون فا اجير. فهمت. لو تريتمون انترسيبتيف مهم برشا انه نقولوا لهم اللي سي فغي الفا مينيميزي 70% لاغرافاسيون مي ما يمنعش انه بعد الصغير باش يعمل تريتمون اورثودونتيك فيكس اللي كمل فينيسيون بتاع اللي حسناه وقت هو صغير. ليه مشاكل كبيره برشا تبدا تشوف ساعات في الصغار في جرتك الصباع هذيك تاع السنين مقدمين اكل فجوه هذيك زيد كيف يحط صبعه في فمه ساعات لسان يعوض لسان وقت ينحي صبعه لسان يعوض تلقى دينا عن هكا دونك فجاج كبير في الفم السنين ما يتسكروش ثلجات بارتو دونك هذوك كلهم سون يخليو صعوبة النطق زاده وحتى الصغير راهو كي يكبر شويه بيهم يتعقد شويه. انا ولدي مثلا عنده سي سي فيها مشكله مي سي سي دونك توا في القسم كيف يتكلم صحابه يغزلوا له عسى ولات اشكال قال لي القلي حل قال لك حل علاش قاعد تصبك في فم بالحق البروبليم راهو الي اسونسيلمون بسيكولوجيك خاطر الصغار يجيو ساعات يبكيو ولا نتاعهم اما القلي حر نحب نمشي نقرا مع اصحابي يتمنكوا علي يتغشوا ويقولوا لي شبيك سني كيف معناها مسكنات راهو ندعيو زاد الصغار بربي الاولياء شويه وعي ما يحسوش الصغار معناها او سنيكي كي الفار ولا كيف ما يجيش والله بالحق ما يجيش خاطر مسكنات مش منهم وسي فريمون جامي انا شبيك تغزل لي انا سنين ولدي احلى سنين ومحلاهم ويهبلوا واخصالهم وطوي بياض بالنسبه زاد كيف كيف للصغار بجاه ربي اللي عندهم اللون لون تقام جوناتخ والا هكا غري شويه ولا حاجه هما سي دو بليزيور فاكتور يا اما دويت اللي خذاهم وقتهم صغار زاد النقص في حكين السنين وزيد السنين الحليب هما بطبيعتهم بيض برشا وقت يبدا يبدل السنين يعملوا ان كونتراست اللي لي بارون يبداو يغزلوا يقول لك سني صفر مي بعد كي كمل يبدل السنين الكل راهم ما يتصير اون هارموني في معناها في السنين الكل فوالا نلقاو لهم ديما حل ما تخافش بيان سور هذا هو ديما نلقاو حل للاسنان لموا فهمكم انتم خاطرش نجمشوا تقدوا سنينكم شكرا ليك دكتوره مريم بن عيد بارك الله فيك ميرسي بوكو مختصه في تقويم الاسنان بارك الله فيك على المعلومات هذه الكل وحليت لنا بالحق هكا باب اسبوار اللي فما حل جوستومون فما حل للسنين ميرسي بوكو شخصيه مثيره سامحوني للجدل